نذرت والدة زوجتي إن توفاها الله أن أتولى عدد 4 رؤوس من الغنم كانت تملكها في حياتها، لأن أجعل منها أضحية لوجه الله تعالى على رأس كل سنة، ويستمر ذلك ما دام نتاج هذه الغنم مستمرا. وقد وافاها الأجل وتوفيت منذ 4 سنوات، وبعد وفاتها وفي حالة غيابي عن البلد أخذ زوجها تلك الغنم عنده، ولم أتمكن من تنفيذ شيء مما أوصتني به، فهل يلحقني أو يلحقها إثم في ذلك؟ وما العمل الآن؟ أرشدونا بارك الله فيكم. هذه وصية وليست بنذر. نعم، وما ذكرت من أنك فرطت فيها حتى إن الزوج تصرف، والوصية إنما تصح بالثلث فأقل، إنما تصح بالثلث فأقل مما تركه الميت. وما ذكرته من تصرف الزوج وعدم تمكنك من تنفيذ ما أوصتك به، فهذا إذا كان عندك إثبات على هذه الوصية إما بوثيقة مكتوبة أو بشهادة شاهدين على هذه الوصية وصدورها من الميتة قبل في حال حياتها، فإنك تتقدم بها إلى القاضي الذي في جهتكم، وهو يقوم بالنظر فيها والأمر بما يلزم إن شاء الله، والله الموفق. بارك الله فيكم.